أحداث قوية جدا حصلت في عرض سماك داون الأخير. ظهور درو ماكنتاير المفاجئ في أول العرض، وكارميلا تهاجم ساشا بانكس للمرة التانية، واستمرار العداوة بينهم، وأخيرا نهاية عداوة سيث رولينز وعيلة الميستيريو كده اللي هي مبادرة الميستيريو عامة، وأحداث تانية كتير جدا قوية في العرض دوت. وطبعا كان عرض جامد جدا، وانا هشرح لكم بالملخص ايه هو كل اللي حصل فيه ومش هطول عليكم. يلا بينا نبدأ الفيديو. ونبدأ افتتاحية العرض بظهور درو ماكنتاير المفاجئ اللي صدم ناس كتير جدا، لما رومان رينز كان بيتكلم شوية عن ان هو مش مهتم ان هو هيلعب يا اما درو ماكنتاير يا اما راندي اورتن، المهم بس ان هو بيقول ان هو هيكسب الماتش دوت وحاجات كتير. وبنلاقي فجأة كده هو جي اوسو دخل في الكلام لما لقى درو ماكنتاير شبه كده هو بيتعدى كلامه مع رومان رينز. وطبعا جي اوسو طبعا ساعتها قال له ما تغلطش في رومان رينز وحاجات يعني وكده. بعد كده درو ماكنتاير بشبه ما تحدى في الماتش بعد ما زقه، وكمان بعدها درو ماكنتاير اعلن ان هو هيلعب جي اوسو في ماتش المين ايفنت. وبعديها كالعادة ورا الكواليس رومان رينز أمر جي أوسو بإن هو في مباراة المين ايفنت بتاعتهم ديت إن هو يدمر درو ماكنتاير، وقال له برضه علشان يفهم بالظبط هو اتعامل مع مين. ونيجي هنا لتاني حدث عندنا في العرض كله، وهو تحدي أبولو كروز لسامي زين على لقب الانتر كونتيننتال. وطبعا يا جماعة عرفنا إن قبل المباراة ديت بوبي لاشلي في سبابا سيريز ياما هيلاعب سامي زين ياما هيلاعب أبولو كروز لو هو كان كسب بالمباراة ديت، بس طبعا المباراة ديت أصلا ما عادتش يعني ما كملتش حتى دقيقة. سامي زين ربط رجل أبولو كروز بالحديد اللي هي المربوطة بالحلبة من تحت علشان يكسب بالعد الخارجي، وفعلا سامي زين ساعتها رجع الحلبة والحكم عدى العشرة، وأبولو كروز كان فك رجله بس بعد فترة الأوان، وقدر سامي زين إن هو يحافظ على اللقب بتاعه بعد ما كسب بالطريقة ديت. وخلاص كده بقت مباراة مؤكدة ما بين بوبي لاشلي ضد سامي زين في سبابا سيريس. بس انا طبعا يعني اكيد طبعا المباراه ديت مش هتبقى قويه، وانا حاسس طبعا انها مش هيبقى ليها لازمه، بس هي طبعا مباراه مفروضه علشان هي ما بين اليونايتد ستيتس شامبيون والانتر كونتيننتال شامبيون. ولسه برضه هنشوف اذا كان الستير بروفيتس هيلعبوا النيو داي في العرض دوت ولا لا. نيجي بقى هنا لتالت حدث عندنا في العرض، وهو ساشا بانكس بتتكلم عن الانجاز الكبير اللي عملته في انها بنفسها نهت المده الطويله اللي بيلي كانت محتفظه بيها بالحزام، وانها غلبت اطول واحده احتفظت بالحزام اللي هي معاها دوت. وطبعا بتتكلم عن الانجازات اللي هي اللي عملتها في مسيرتها. وبعدها على طول بيلي بتخش على ساشا بانكس، وفجأة كده هوت للمرة التانية كارميلا بتهاجم ساشا بانكس من ورا وبتعمل لها سوبر كيك، وبعد كده تعمل لها الليك دروب بتاعتها اللي هو الفينش. وطبعا العداوة مستمرة بينهم. انا مش عارف بصراحة العداوة ديت هتبقى محمسة ولا لا، علشان كارميلا لسه راجعة وهي اصلا أداءها مش عالي قوي يعني زي بيلي وساشا بانكس وكده، بس اكتبوا تحت في الكومنتات انتوا بالظبط رأيكم ايه في العداوة دي. ونيجي بقى هنا لتاني مباراة عندنا في العرض، وهي مباراة اوتس ضد دولف زيجلر. طبعا المباراة ديت كانت مباراة سريعة ما عدتش كتير، والأداء فيها يعني ما كانش وحش قوي. وطبعا اتفاجئنا من المباراة ان اوتس استحمل زيجزاج من دولف زيجلر، وبعد كده اوتس عمل الفينش بتاعه لدولف زيجلر. ويعني اوتس ده هو شكله بيعلى شويه من ساعه لما خسر الماني ان ذا بانك وقطع وتكر غدر بيه، و اوتس قدر ان هو يكسب المباراه ديت بعد ما عدى دولف زيجلر بعد ما عمل له الفينش بتاعه.
وطبعا انا اتساءل هل العداوة هي اصلا مستمرة ما بين اوتس وتاكر، علشان تاكر اخر مرة كان في عرض الرو، فانا بيتهيالي ان العداوة يعني مش هتبقى قوية قوي ما بين اوتس وتاكر، علشان تاكر اخر مرة راح عرض الرو ما كانش يعني ولا اي حد فيهم اتكلم عن التاني لحد دلوقتي. واكتبوا لي تحت رايكم في الكومنتات عن هل العداوة ديت اصلا مستمرة، ولا هما الدبليو دبليو اصلا يعني حاليا مودية محطة العداوة ديت على جنب ولا لا. ونيجي بقى هنا لتالت مباراة عندنا في العرض، وهي كانت مباراة رباعية اسمه دوت، على اللي هيكسب هيكون العضو الخامس والأخير في فريق سيرفايفر سيريز العرض سماك داون للسيدات. والمباراة ديت كانت ما بين ناتاليا وماندي روز وبيتن بيتريس وتامينا. طبعا مباراة يعني نقول بس كده دوت انها كانت بس لتحديد العضو الخامس، مش علشان تقديم أداء قوي ولا حاجة. وطبعا اللي قدر يكسب في المباراة ديت في النهاية كانت ليف مورجان، وخلاص كده هي بقت العضو الخامس والأخير لفريق سماك داون. وكده خلاص الفريقين يعني يعتبروا كده اكتملوا في الرينج السيدات دوت. طبعا هتكون مباراة يعني ان شاء الله حلوة جدا، واكتبوا تحت في الكومنتات رأيكم ايه بالظبط على المباراة ديت. ونيجي بقى هنا للرابع مباراة عندنا، وبصراحة يا جماعة المباراة ديت يعني تعتبر من أقوى مباريات العرض كله. كانت يعني مباراة ما بين سيث رولينز وري ميستيريو، كان ماتش بلا قوانين تماما، وبصراحة الماتش دوت عجبني جدا، أنا استمتعت بيه على الآخر. واللي فرحني اكتر بصراحه في الماتش دوت ان هو كان الفاينل شابتر للعداوه ديت كلها، يعني كان خلاص يعني العداوه ديت المفروض انها انتهت خلاص. العداوه ديت يعني شغاله من شهر 5 واحنا كلنا اتفقعنا بانها اصلا. وبصراحه كان ماتش جامد جدا. وبعد كده فاجئنا بسيث رولينز بيخرج الحاجات المحميات ديت من رجل الكرسي، وبعد كده بيوجه رجل الكرسي لعين ريمستيريو عشان يفقعها له للمره التانيه، لكن ساعتها ابنه دومينيك ابن ريمستيريو اتدخل وسحب سيث رولينز بره الحلبه. رحم سيث رولينز اداله السوبر كيك وقع على الارض، وبعديها سيث رولينز رجع للحلبه، وبعديها نتفاجئ ببادي ميرفي بيطلع فوق للحلبة وبيعلن ان هو هيساعد سيث رولينز. وطبعا في ناس كتير جدا اتفاجئت بالموضوع دوت، وهم قالوا خلاص ريمستيريو خلاص رايح فيها كده. بس طبعا بادي ميرفي من الاسبوع اللي فات وهو مخطط ان هو هينتقم من سيث رولينز بعد ما قال كده لألاي ميستيريو، وفي الاخر اداله بركبته على راس سيث رولينز. وطبعا كعادة يعني اي مصارع في الدبليو دبليو عامه، يعني ريمستيريو يعمل 619 بتاعته غلط، لكن طبعا سيث رولينز تفادى القرف اللي هو اللي عمله ده. وفي الاخر ريمستيريو جرب ان هو يعملها مره تانية، وفي الاخر عملها. بعد كده عمله الفروكس بلاش بتاعته وقدر ان هو يخطف الـ3 عداد. وطبعا ريمستيريو يحضن مراته وعياله بعد الماتش دوت ويحتفلوا بعديها بادي ميرفي طبعا يخش ويسلم على ري ميستيريو بعد ما ري ميستيريو امره بكده. وطبعا بادي ميرفي كده يعني يعتبر اتصالح مع عائلة الميستيريو، وفي مباراة قوية جدا هتقام الاسبوع الجاي ما بين سيث رولينز وبادي ميرفي. بس يا جماعة هل فعلا عداوة ري ميستيريو مع سيث رولينز انتهت ولا لا؟ اللي شايف انها انتهت اول ولا لا يكتب لي تحت في الكومنتات، ويكتب لي بالظبط اللي هو متوقع اللي هيحصل فيها تاني بعد كده. ونيجي بقى هنا لخامس واخر مباراة، وهي مباراة المين ايفنت، هي طبعا اللي احنا قلناها في الاول ما بين درو ماكنتاير وجي اوسو. ديت برضو من اقوى مباريات العرض كله، الاتنين قدموا اداء عالي جدا بالمباراة، وزي ما كلنا عارفين ان جي اوسو اداؤه طبعا بيتطور من ساعة اما لاعب رومان رينز طبعا في كلاش اوف شامبيونز لحد دلوقتي. وطبعا في المباراة ديت جي اوسو كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يدمر درو ماكنتاير زي ما رومان رينز امره في اول العرض، بس طبعا اغلبية السيطرة في المباراة ديت كانت رايحة لدرو ماكنتاير، علشان درو ماكنتاير يعني من اقوى يعني تبقى اقوى مصارع موجود حاليا في الاتحاد كله. أغلبية السيطرة كلها يعني جي أوسو معرفش يسيطر على المباراة ديت بشكل كبير قوي،
بس قدم اداء حلو في الاخر. بس بعد كده نتفاجئ برومان رينز يدخل بالمزيكا بتاعته ودرو ماكنتاير يفضل باصص شويه عليه، وبعد كده جي اوسو يقوم ضارب درو ماكنتاير ويقوم دخله جوه الحلبه. جي اوسو دخل وقعد يضرب في درو ماكنتاير، ولكن فجاه بعديها بشويه صغيرين قوي درو ماكنتاير يعمل جي اوسو الكليمور كيك، وكمان خلاص كده يكون خلص عليه وخطف الثلاث عداد وانتهت المباراه لصالح درو ماكنتاير. وبعديها درو ماكنتاير قال له انت بقى اللي فهمت دلوقتي انا عايز ايه، وطبعا بصوا لبعض. وطبعا لو درو ماكنتاير هو كسب راندي اورتن بصراحه، مباراة ما بين رومان رينز ودرو ماكنتاير في سرفايفر سيريز لو اتعملت هتبقى اقوى بصراحه بين رومان رينز وراندي اورتن. طبعا يا جماعه اكتبوا تحت في الكومنتات انتوا بالظبط عايزين مين، رومان رينز ضد درو ماكنتاير ولا رومان رينز ضد راندي اورتن. هما المباراتين حلوين جدا، بس على ما اظن رومان رينز ضد درو ماكنتاير هتبقى اقوى. طبعا اكتبوا تحت توقعاتكم برضو مين اللي هيكسب في مباراه درو ماكنتاير وراندي اورتن في عرض الروك جاي. وكده خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا بالمقطع دوت، اول فيديو ملخص لعرض في الدبليو دبليو اي اعمله. يبقى اكتبوا تحت في الكومنتات لو انتوا عايزين استمر في سلسله ملخص العروض ديت ولا لا. وقبل نهايه الفيديو يا ريت ما يكونش حد نسي ان هو يعمل اللايك، وطبعا يا جماعه ما حدش ينسى ان هو يشترك في القناه وفعل الجرس، عشان والله دوت بيساعدني ان انا استمر في الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله. استنوا ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.